نيجي بقى للوحش بتاعنا اللي اسمه شيستوزوما. الشيستوزوما برضو زي ما احنا متعودين، اول حاجة هنبدأ باللايف سايكل، وبعدين نبقى نخش على الباثوجينيسيس والدياجنوزيس والتريتمنت والبريفنشن. تمام، اللايف سايكل بتاعنا، اللايف سايكل هتبدأ بالنقطة رقم 1 اللي احنا متعودين عليها، واحد ديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست بتاعك هو المان، سواء مان اونلي او مان اند مونكي، هنبقى نرجع لها واحنا مع الورقه. ولكن الشيستوزوما، سواء شيستوزوما هيماتوبيام او من صنايف المان، هو بياكت از ديفينيتيف هوست بس. بعد كده الديفينيتيف هوست شايل فين الهابيتات بتاعك؟ اتنين، الهابيتات هي بلاد فيسل او فينس بلكسس. طب الفينس بلكسس اللي هي ايه بالظبط؟ والله لو انت بتتكلم عن شيستوزوما هيماتوبيام فانت هتفتكر الهيماتوريا، فتفتكر اليورينري سيستم، فاليورينري سيستم بتاعك الدوده دي متشاله فين؟ متشاله في الفازيكال فينس بلكسس. لكن لو بتتكلم على شيستوزوما مانسوناي فدي بتبقى متشاله في الميزنتريك فينس بلكسس. طيب نيجي بعد كده ديفينيتيف هوست، اوكي الهابيتات عرفنا ان هي عايشه في فينس بلكسس، يعني عايشه في البلاد، علشان كده سميناها بلاد فلوك. بعدين نزل لك ايج، طب الايج هتنزل فين؟ الايج بنتريت البلاد فيسل، بنتريت البلاد فيسل وتنزل لك مع اليورين لو هي هيماتوبيا عامله هيماتوريا، او مع البلاد اكسكيوز مي، او مع الاستول لو هي هتعمل لك ديزنتري ونازله برضه بميوكس وبلاطي. انت كده كده سواء نازله مع البول فهتعمل لك بول دموي يعني هيماتوريا، سواء نازله مع البراز فهتعمل لك براز دموي اللي هو الديزنتري. تمام، طيب الايج نزلت شكلها عامل ازاي؟ نزل لك ايج سواء ان يورين، واول مره تسمع كلمه ايج ان يورين مع الهيماتوبيوم، او نزلت لك ان ستول مع الشيستوزوما مانسوناي. لو نزلت سواء هنا او هنا فهي هتبقى ماتيور ايج. ليه قلت ماتيور؟ لانك لو ركزت جواها هتلاقي النونو بتاعها، هتلاقي الكتكوت اللي هيفقس نازل مظبوط، وبالتالي هي ماتيور ايج. واول ما هتنزل للميه هيحصل لها هاتشنج، هيحصل هاتشنج في الووتر. طيب ايه بقى ماتيور ايج؟ الماتيور ايج بتاعتك الصفات بتاعتها زي ما احنا متعودين، اللي هي السايز، شيب، شيل، كلر، كونتنت. السايز بتاعك هو 140 في 60، اقل شويه من بتاع الفاشيوله. الشيب اوفال، الشل زي ما انت شايف خط واحد اسود اهو، ثين شل. طبعا مفيش اوبيركيولم، خلاص احنا خلصنا الاوبيركيوليتد ايج. بعدين الكلر ترانسليوسنت، برضه اول مره ناخد ايج شفافه ترانسليوسنت. الكونتنت ماتيور ميراسيديوم، ماتيور ميراسيديوم، ماشي. بعدين ايه بقى السباين دي والسباين دي؟ ده شكل مميز جدا، ان انت لو هي نازله بتاعه الهيماتوبيوم هتلاقي السباين هنا، ولو نازله بتاع المنصنوي هتلاقي السباين لاترال. يبقى انت السباين في النص كده، بريفرال ولا تيرمينال ولا لاترال؟ طب احنا نفتكر ازاي يا دكتور ان هي في النص؟ لان هيما يعني هيمسفير، هيمي يعني نص، فهيماتوبيوم السباين بتاعتها في النص. ولما نيجي نتكلم في العملي عن الادلت بتاع الشيستوزوما فبرضه هنقوم قايلين لك ان الشيستوزوما هيماتوبيوم الميل بيبقى عنده نص عدد التستس، نص، والجي اي تي متقابل في النص، والاوفرين كل حاجه النص. فالهيما هيماتوبيوم ده دايما هتلاقيه منصص كل حاجه. طب اللي يهمني في النظر ايه دلوقتي؟ ان السباين بتاعتك موجوده في النص، يبقى دي اسمها هيماتوبيوم. طب لو موجوده لاترال تبقى مانسوناي. خلاص، يبقى احنا الاول واحد ديفينيتيف هوست، اتنين هابيتات، تلاتة الدياجنوستيك ستيج اللي احنا متفقين دايما انها مهمة جدا. الدياجنوستيك ستيج هي ماتيور ايج سواء في اليورين او استول. نزلت المية حصلها هاتشنج، حصل هاتشنج وطلعت لك ميراسيديوم. في واحد هيسال سؤال ويقول لي يا دكتور طب هو ليه يعني البيضه ما حصلهاش هاتشنج في اليورين؟ اقول لك علشان يحصل لها هاتشنج لازم يحصل ديليوشن واكسبوجر تو لايت، يعني لازم تخفها بالميه الاول. يعني هو نزل الميه اليورين بتاعته في الترعه فعمل ديليوشن وشافت الشمس فعمل اكسبوجر تو لايت. لو الاثنين دول ما حصلوش مش هيحصل هاتشنج.
وده اللي منع الايج ان هي تهاتش في اليورين. بعدين لما حصل هاتشنج طلعت ميراسيديا من المعتاد شكله وبدا يعوم لحد ما عمل بنتريشن في السنيل. تمام، نرجع خطوه بس لورا كده. بيقول لك هي الايج خرجت ازاي من البلاد فيسل لليورين او الاستول؟ الايج بتخرج باي اكشن بتاع ثلاث حاجات، يبقى الايج باص باي اكشن او 3 ايتم. اول حاجه اللايتك انزيم اللي بيطلعها الميراسيديوم، يعني الميراسيديوم ده بيطلع لايتك انزيم. تاني حاجه البريشر بتاع السباين. تالت حاجه الريكويل اوف فينيول. يبقى عندك فيه 3 بوينتس ساعدوا الايج ان هي تخرج من الفين وتقع في اليورين بعدين تخرج لك في اليورين، او تخرج من الفين وتقع في الاستول فتخرج لك في الاستول. طب هو ايه؟ تبص على الايج تلاقي فيه بنتريشن جلاند موجود عند الميراسيديوم، دي بنتريشن جلاند بتطلع لايتك انزيم. تلاقي فيه سباين، السباين دي هي اللي بتزق على الفينيول عشان تخرمه، بريشر اوف سباين والريكويل اوف فينيول ماشي هيفتح ويعدي لك الايج. نزلت هاتش بقت ميراسيديوم، بعدين الميراسيديوم هيبنتريت لسنيل ويعمل لك الميراسيديوم يبقى سبوروسيست. والسبوروسيست تبقى ريديا؟ لا، سبوروسيست عمرها ما تبقى ريديا. ليه؟ لان المرحله دي نو ريديا، الشيستوزوما ما عندهاش ريديا. امال عملت ايه؟ عملت سيركاريا، ثم بعد كده السيركاريا هتخرج بره السنيل علشان يبقى بالمنظر ده. طب شكل السيركاريا ايه؟ قلنا عندها هيد زي كل السيركاريا وفي تيل، والتيل بتاعها فوركت علشان كده سموها فوركو سيركس سيركاريا. ليه فوركو؟ عشان فورك التيل. طيب بعدين عباره عن تيل فوركت وهيد، الهيد فيها برضو اورال سكر وفيها فينترال سكر وفيها بريماتيف جت. امال ايه ده يا دكتور؟ دي بنتريشن جلاند. طب ما عندهاش سيستوجينس جلاند؟ لا ما عندهاش سيستوجينس جلاند، واحنا قايلين ده في اول حصه ان الفاشيولا عندها سيستوجينس، الشيستوزوما عندها بنتريشن، الهيتروفيس عندها الاثنين، عندها سيستوجينس وبنتريشن. يبقى دي هتبنتريت بس لكن مش هتعمل انسيستد ميتا سيركاريا. يبقى كونها ما عندهاش سيستوجينس جلاند يبقى ما بتعملش انسيستد ميتا سيركاريا. دخلت وعملت بنتريشن للشخص بعد ما عادت تعوم في الميه السيركاريا، لقت في شخص بيعوم في الميه زي ما انت شايف كده، راحت عامله بنتريشن للسكن. طب البنتريشن للسكن حصل ازاي؟ حصل بنقطتين. يبقى انت برضه زي ما كان في ايج باص، السيركاريا دي دخلت ازاي للسكن؟ دخلت بنقطتين. النقطة الأولى البنتريشن جلاند، عشان عندها بنتريشن جلاند طلعت لايتك انزيم. النقطة الثانية إن التيل اكت او اكت از ليفر. ايه ليفر دي؟ اللي هي الروافع. يعني الشيستوزوميولا اهوت او السيركاريا اهي راحت جايه داخله في السكن كده، والديل قاعد يزق فوق وتحت كده كانه ليفر، كانها رافعه يعني. تمام، بعدين فضل يعمل كده لحد ما راح جاي قاطع التيل ودخل دي. بس مين دي بقى؟ دي الشيستوزوميول. فالراس بتاعت السيركاريا فقط هي اللي هتدخل. طب الراس بس دي اسمها ايه؟ دي بس كده اسمها ايه؟ اسمها شيستوزوميول. الشيستوزوميول هيدخل ويبنتريت السكن، وبعد يوم او يومين هيوصل للسيركيوليشن، يسبح عكس تيار الدم لحد ما يوصل للهابيتات بتاعه اللي هو الفينوس بليكسس، سواء راح للفازيكال فينوس بليكسس او راح للميزنتريك فينوس بليكسس. تمام ماشي. ايه القصه؟ ان احنا اصلا الشيستوزوما ليه اسمها شيستوزوما؟ من اسمها، سوما يعني جسم، شيستو يعني مشقوق، فالشيستوزوما اسمها شيستوزوما علشان هي صاحبه الجسم المشقوق. المنظر المشهور جدا جدا ويقول لك دي ترو لاف ستوري اللي موجوده في العالم، ان انت هتلاقي فيه الميل صدره مشقوق وداخل لك الفيميل جواه، يعني الرسمة بتاعته كده بسرعة، ان انت هتلاقي الميل شكله عامل كده. ده مين؟ ده الميل. امال فين الفيميل بقى؟ الفيميل تلاقيه هو يا عيني شقق جسمه، مش بس حضنها، ده شق جسمه وقعدها جواه، حتى هي كونها طويلة شوية تلاقيها عاملة كده. دي ماشية فين؟ اه دي ماشية عايشة كده جوه كنال موجودة فيه.
تمام. فدي كده الفيميل. الفيميل فضلت تمشي 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 لحد ما تلاقي حته مزنوقه وقالت له ده انت اتزنقت. لا سيبك بقى، مفيش عشره ومفيش الكلام ده. راحت الفيميل خلعه منه وراحت لحد ارفع بلاد فيسل عشان تبدا تنزل الايج، والايج تخرم البلاد فيسل وتنزل لك باي اكشن اوف لايتيك انزيم اند بريشر اوف سباين اند ريكويل اوف فينيول، وتخرج لك البيضه وحواليها شويه دم. الدم دوت يا دكتور هينزل لك في شكل هيماتوريا مع الهيماتوبيوم، وفي شكل ديزنتري مع الشيستوزوما من صناي. دي اللايف سايكل. اللايف سايكل زي ما احنا متعودين. لما اجي اسالك هقول لك ايه؟ هقول لك تعرف تقول لي اللايف سايكل واحد ديفينيتيف هوست، اثنين هابيتات، ثلاثة دياجنوستيك ستيج ماتيور ايج في اليورين او الاستول، أربعة انترميديت هوست اللي هو سنيل. طب السنيل اسمه ايه؟ قلنا والله لو انت بتتكلم عن منصوناي، منصوره اسكندريه، اسكندريه دي اليكس، فالمنصوناي كان بي اليكس. طيب وي الثانيه اللي هي الهيماتوبيوم بي ترانكاتس، يعني في عندك بايوم فلاريا الكسندري وبولينس ترانكاتس، دول كده الانترميديت هوست اللي هم السنيل. بعدين بعد كده السنيل فين؟ رقم خمسة اللارفا، اللارفا الملحوظة ان مفيش ريديا وفي عندي فاركو سيركس سيركاريا. بعدين رقم ستة مين الانفكتيف ستيج؟ لا الانفكتيف ستيج هو برضو السيركاريا، الانفكتيف ستيج هي السيركاريا. بعدين رقم سبعة المود اوف ترانسميشن، سويمينج ان كانال، سويمينج ان كونتامينيتد كانال بالسركاريا او درينكينج اوف ووتر فروم كانال. دول كده السيفن بوينت بتوع اللايف سايكل، وكده نبقى خلصنا اللايف سايكل. نيجي بعد كده بقى لما نفتح الورقه بتاعتنا اللذيذه ونقول لك هي الشيستوزوما بتعمل مرض اسمه ايه؟ اسمه بالهارسيسيس. هو اصلا ما ينفعش تبقى انت مصري وما تعرفش البلهارسيا، ماشي؟ فالبلهارسيا دي موجوده عندنا من يوم الفراعنه، لما حللوا الموميا بتاعت الفراعنه لقوا فيها بلهارسيا. فالبلهارسيا مش لقوا فيها البلهارسيا صح طبعا، يعني لقوا فيها ليجنز مناسبه ان يكون كان جالهم بالهرزي. الباثوجينيسيس اند كلينيكال بيكتشر، هي مجموعه ستيجز. ما احنا عندنا الستيج الاولى ان حصل بنتريشن للسكن، بعدين الستيج الثانيه ان فضلت تمشي مع البلاد ستريم لحد ما وصلت للبلاد فيسل اللي هي عايزاه، بعدين لما الفيميل وصلت بدات تضع البيض. ما هم دول الثلاث مراحل، يعني انفيجن للسكن، مايجريشن في الدم، اوفي بوزيشن وضع البيض لما الفيميل وصلت. البيض ده هيعمل تيشو رياكشن خلاص، وممكن البيض يعمل امبوليك ليجن. يبقى احنا عندنا الاربع نقط بتوعنا، ان انت عندك انفيجن، مايجريشن، اوفي بوزيشن، تيشو رياكشن، امبوليك ليجن. الانفيجن، انفيجن وهي بتخترق السكن تتوقع هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ديرماتيتس، شويه التهاب في السكن ديرماتيتس، ماشي، مع شويه ماكيلوبابيولار ريش، ماشي، ديرماتيتس وماكيلوبابيولار ريش. الانفيجن، الانفيجن يعني عملت انفيجن للسكن، فلما عملت انفيجن في السكن ايه اللي حصل؟ يعني هيحصل ديرماتيتس، التهاب في الجلد ديرماتيتس، اللي هو يعني هيبقى فيه ايه؟ جنرال فاهمة ولوكال سويلنج وهوتنس وريدنس وتندرنس اللي هي شرط، وهيحصل بابيولار ريش. دكتور يعني ايه ريش؟ يعني طفح جلدي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حبوب. يعني انت ما تقوليش يا دكتور الو لو سمحت يا دكتور مصطفى انا طلع لي حبايه، ما اسمهاش حبايه اسمها ريش خلاص. طب يا دكتور الريش ده اوصفه لك ازاي عشان تعرفه؟ لو انت قلت لي ماكيولار ريش فانا هقول ان انت عندك في حبايه لونها احمر بس. لو قلت لي بابيولار معناه ان الحبايه لونها احمر وعاليه عن السكن. لو قلت لي بابيول، لو قلت لي بوستيول فاعرف ان الحبايه دي فيها بص. لو قلت لي فيزيكال فمعناه ان فيها ميه. بعد شويه الحبايه بتالسريت، بعدين الالسر بتتغطى بكراست. اعرف المراحل دي، يعني الحبايه يا اما ماكيول او اعلى شويه بقت بابيول، فيها ميه بقى اسمها فيزيكال، فيها بص بقى اسمها بوستيول، قشرت بقت ألسر عليها قشره يبقى اسمها كراست، عشان المراحل دي كلها هنستخدمها تمام. بعدين مايجريشن، المايجريشن بتاعه السيركاريا وهي ماشيه في البلاد ستريم هتعمل ايه؟ مفيش، هتوصل لللنج فتعمل لك لنج ليجن، فممكن تعمل هيموبسيز. يعني ايه هيموبسيز؟ هيموبسيز يعني كح دم،
فوصلت لللنج وعملت لك مشكله وهي بتعدي على اللنج، فانت الشخص ده هيكح ويطلع دم. ممكن تعمل هباتو اسبلينو ميجالي، لو راحت للليفر والاسبلين واثناء ما هي ماشيه في السيركيوليشن فتعمل هباتو اسبلينو ميجالي. فاكر يعني ايه اتش اس ام؟ يعني هباتو اسبلينو ميجالي، تضخم في الليفر والاسبلين. فاكر دول كنا بنقول معاهم ايه؟ بنقول معاهم بان سيتوبينيا يعني انيميا واليوكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا. طيب بعدين ستيج اوف اوفيبوزيشن، ستيج اوف اوفيبوزيشن يعني هتبدا تضع البيض. طب لما تضع البيض هيحصل ايه؟ ما تضع البيض لو هي هيماتوبيم فهتعمل لك ديس يوريا، حرقان في البول، مقطع ديس دايما يعني بين او صعوبه، بقول لك ديس فيجيا صعوبه في البلع، ديس يوريا يعني صعوبه في اليورينيشن يعني وجع في البول، اقول لك ديزنيا صعوبه في التنفس برضه هتلاقي هنا ديزنيا عادي. بعدين ديزنيا اما اقول لك ديس مينوريا يعني واحده الدوره الشهريه بتاعتها بتتعبها، ففي ديس يوريا ممكن تلاقي فيه فريكوانسي وان فريكوانسي، ممكن يعني الاثنين سواء بيخش الحمام كتير او ما بيخشش كتير. طب بيخش كتير ليه؟ عشان التهاب في الجول بلادر. طب ما بيخشش ليه؟ علشان ممكن يكون حاصل اوبستراكشن، يعني الاثنين الاحتمالين واردين. ممكن الشخص هيبقى عنده هيماتوريا، يعني ايه هيماتوريا؟ يعني بول دموي. ده كده في حاله اوفي بوزيشن في الشيستوزوما هيماتوبيم. طيب الشيستوزوما مانسوناي هيحصل ايه؟ في الشيستوزوما مانسوناي هيحصل ديزنتري. طب ديزنتري مش محتاج اقول جنبها حاجه، ليه؟ لان هو في كده كده اربع كلمات ثابتين. فهمت بقى قيمه السكيما؟ ايه الاربع كلمات؟ تينيسيمس، ميوكس، بلاد، دايريا. وفريكوانسي وان فريكوانسي، ما هو فريكوانسي اللي هي برضه نفس القصه، فريكوانسي اللي هي الدايريا. يبقى الديزنتري يعني الشخص هيبقى عنده اربع حاجات، تينيسيمس، فولس ديزيرفيكيشن. دكتور هو ليه يعني عنده تينيسيمس؟ عشان ريليتد لللارج انتستين. طالما حاجه ريليتد لللارج انتستين تعمل ديزنتري. وخد دي اول واحده على من ملك التجميعه بتاعت الحاجات اللي بتعمل ديزنتري. بعد كده التيشو رياكشن. تيشو رياكشن احنا فين الخطوات؟ الانفيجن دي لما الشيستوزوميول اخترق الجلد فعمل لي التهاب في الجلد. وبعدين المايجريشن لما الشيستوزوميول كان عمال يسبح في الدم عكس التيار فوصل لللنج ووصل للليفر ووصل للاسبلين فعمل لك هيموبسيس وهيباتوسبلين وميجالي وديزنيا وخلافه. بعدين بعد ما عمل هجره فضل يمشي لحد ما راح للفازيكال فينوس بليكسس او الميزنتريك فينوس بليكسس فيعمل لك اوفي بوزيشن، هيبدا يضع البيض. البيضه وهي خارجه من اليورين معاها دم وهي خارجه من الاستول معاها دم، فعملت لك ديس يوريا وهيماتوريا او ديزنتري. ثم بعد ما وضع البيض بعد شويه الوضع البيض ده حاجه او مرحله احنا بنسميها اكيوت ستيج. يعني ايه اكيوت؟ يعني اللي فيها بيض بينزل، ده مهم. امال الكرونيك؟ الكرونيك ان البيضه ترابت، الايج اتحبست في التشو. لما الايج تتحبس في التشو يحصل الاتي، مثلا في اليورينري بلادر زي ما هتاخد في الباثولوجي، ادي اليورينري بلادر اهي وخارج منها كده اليوريتر، واليوريتر رايح لحد ما وصل للكدني. ايه اللي هيحصل؟ في اليورينري بلادر الايج ترابد هنا، اتحبست في الوول. لما تتحبس في الوول يتلم حواليها الانفلاماتوري سيلز، لما يتلم حواليها انفلاماتوري سيل يتعمل لك جرانيولوما. جرانيولوما كرونيك انفلاميشن، عملت جرانيولوما شويه وتلاقي راح جاي الجزء ده عالي كده وراح عامل لك بابيول شويه، والبابيول دي اتقطعت فراحت عامل لك حاجه اسمها ساندي باتش شويه، والساندي باتش والبابيول والجرانيولوما حصل فيهم ترانسفورميشن فراح عامل لك كانسر. خد بالك بقى ان الكانسر هنا حاجه ريليتد للمصريين، يعني مفيش حاجه في حد في العالم عنده كانسر يورينري بلادر غير المصريين، لدرجه ان هم مسمينها ايه؟ ايجيبشن كانسر يورينري بلادر، ايجيبشن كانسر يورينري بلادر. ده ليه؟ لان المصريين بس هم لسه عندهم بالهرسيه. Egyptian cancer urinary bladder. يبقى في عندي جرانيولوما، في ساندي باتش، في ulceration، في كانسر اللي هي Egyptian cancer urinary bladder. طب اليوريتر والكدني يحصل فيهم ايه؟ دي هتتسد اهو، عماله سدت لك فتحه خلاص، عماله يحصل جرانيولوما
وسدت لك فتحه اليوريتر. لما تسد فتحه اليوريتر يحصل فيه ايه؟ هيتملي يورين. طب لما يتملي يورين تلاقيه اتنفخ. طب ولما يتنفخ هينفخ لك الكدني. فالكدني واليوريتر على بعض بقى عباره عن كيس من الميه. كيس الميه ده يسموه هيدرو يوريتر. طب والكليه هيدرو نيفروزيس. يبقى اللي حصل في اليوريتر والكدني حصل ايه؟ حصل هيدرو يوريتر وهيدرو نيفروزيس. هيدرو يوريتر وهيدرو نيفروزيس. طيب الجينيتاليا، الجينيتاليا يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. طيب خلاص تمام. الكولون بقى يحصل فيه ايه؟ يحصل نفس الكلام. الكولون يحصل فيه جرانيولوما، يحصل فيه ساندي باتش، يحصل فيه ألسريشن، ممكن يحصل كانسر ريرلي شوية. تمام. بعدين كون ده اليومن، فاليومن ده ممكن يفتح على السكن حاجة اسمها فيستولا. فيستولا يعني الراجل المفروض ينزل براز من هنا، لا تلاقيه عامل لك فيستولا أو فيستولا ما بين حاجتين. خلاص. أو ممكن تعمل ساينس. يبقى ممكن يعمل لك فيستولا، ممكن تعمل ساينس، ممكن تعمل ستريكتشر. دي من الفيبروزيس. ماشي. يبقى احنا دلوقتي وصلنا كمان للتشو رياكشن وخلصناه. امال امبوليك ليجن زي ما هيعلمك في الباثولوجي، امبوليك ليجن يعني البيضه تلف حواليها شويه سيلز وبدات تهاجر في الدم، فممكن تروح للبلب. ايه الليبلب ده؟ الليفر والبون واللنج والبرين. ليفر بون لانج برين. ده طول ما انت ماشي بتدرس كانسرز فدايما هيقول لك خلاص سويبت باي بلاد، سويبت باي بلاد اتكنست بالدم. طب هتروح فين في الدم؟ هتروح للاماكن دي فتعمل لك مشاكل. ليفر بون لانج برين، ليفر بون لانج برين. ماشي. بعد كده الدياجنوزس. الدياجنوزس عندي يا اما دايركت او اندايركت. الدايركت سواء هتلاقي ايج في اليورين او الاستول. اول طريقه اسمها سيديمنتيشن، اسمها سيديمنتيشن. السيديمنتيشن ميثود عباره عن ان انت بتجيب فلاسكه وبتحط فيها اليورين لمده ربع ساعه، تحطه لمده 15 مينت. فيحصل ايه؟ هتلاقي فيه بريسبتيت. البريسبتيت ده هتسحبه ببيبتا، شفطته ببيبت، وتاخد الكلام دوت تفحصه تحت الميكروسكوب. يبقى السيديمنتيشن ميثود ان احنا حطينا اليورين او الامالسيفايد استول في فلاسك، بعدين سبناه 15 دقيقه، بعدين سحبنا السيديمنت بالبيبتا زي ما انت شايف كده، رحنا حاطينه على السلايد. لما اتحط على السلايد عملنا له اكزامينشن اندر ميكروسكوب. وهنا على طول لازم تعرف ان السيديمنتيشن اول ما تشرحها لازم تشرح الايج. يعني لو بيقول لك اتكلم على سيديمنتيشن ريت، سيديمنتيشن ميثود، لازم تتكلم على الايج. بعدين تروح مقارن لي ما بين الفايبل ايج والديد ايج. تعرف ازاي الايج هي فايبل ولا ديد؟ كلام سهل جدا والله. لو هي فايبل ايج هتلاقي لونها ترانسليوسنت، ولو هي ديد لا هتلاقيها دارك. لو هي فايبل هتلاقي الاربسيز ملمومه حواليها، هتلاقي فيه سراوندد باربسيز. طيب ولو هي ديد مش هتلاقي سراوندد باربسيز. لو هي فايبل هتلاقي جواها ليفنج ميراسيديم. طب ولو هي ديد مش هتلاقي جواها ليفنج ميراسيديم. لو هي فايبل هتلاقيها عندها استعداد لو حطيت عليها ميه هيحصل لها هاتشنج، هتهاتش. لكن لو هي ديد مش هتهاتش. يبقى النقط دي كلها نقط مهمه جدا لازم تفرق ما بين الفايبل والديد ايج. تمام. بعدين هتلاقي بعد كده سيديمنتيشن اند هاتشنج. ايه سيديمنتيشن اند هاتشنج؟ كل الموضوع ان انت بعد ما عملت كده وسخت البريسبتيت هتروح ضايف عليه ووتر وتعرضه للايت. ما انت عايز تسمح له بالهاتشنج. فانت كنا فاكرين ان هو امتى بيهاتش؟ بيهاتش لما يحصل ديليوشن اند لايت، يشوف نور الشمس. طب احنا عايزين يحصل له ان هو يهاتش، فاحنا هنعرضه لديليوشن، هنحط عليه ميه
ولايت، فهيهاتش ويطلع ميراسيديم، فبعد ربع ساعة نروح جايبين هاند لينز ونفحص، فتلاقي الميراسيديم عايم بالهاند لينز. شفت الطريقة سهلة جدا. بعدين سيستوسكوب في حالة اليورينري الهيماتوبيا، وسيجمويدوسكوب. والكلام ده يعني ايه؟ ده منظار. طب واحنا هنشوف ايه بالمنظار؟ هنشوف الليجنز اللي احنا كنا عاملين نشرحها من شوية. فانت بالسيستوسكوب المنظار او بالسيجمويدوسكوب هتشوف الليجن. بعدين لو انت مش متوفر ليك، مش عارف تطلع ايج ولا شايف حاجه وعايز تتاكد، فانت ممكن تاخد ريكتال سنيب، تاخد حته بحاجه اسمها كروكودايل فورسبس. بالكروكودايل فورسبس هتسحب حته وتفحصها تحت الميكروسكوب علشان برضو تشوف الليجنز اللي احنا عاملين نشرحها في الجرانيولوما. بعد كده خليل سواب. خليل ده دكتور من عندنا من القصر العيني، استاذ دكتور. دكتور خليل اخترع ايه؟ اخترع لك صابع. الصابع ده عباره عن صابع زي اللاتكس بيتلبس في الاندكس فينجر. وبعدين لبست الصابع في الاندكس فينجر، تحط عليه لوبريكانت. احط فازلين يعني يا دكتور؟ لا ما تحطش فازلين، ممنوع تحط فازلين، ممنوع تحط فازلين. ليه ممنوع؟ لان الفازلين بيمسك الايج. احنا هنلبس الصابع وحط عليه شويه صابون شامبو يعني، وبعدين تدخله، عارف هتدخله فين؟ فتدخله، بعد ما تدخله هتسحب وتخلع الصابع ده وتحطه في صلاين. بعد ما تحطه في صلاين، احنا دلوقتي بنتكلم كل اللي جاي ده على المنصوناي على الاستول. بعد ما دخلناه في الريكتور وطلعنا بيه، رحنا شايلين الصابع حاطينه في صلاين، وبعدين نعمل اكزامينيشن للصلاين دوت كانه هو اليورين بالظبط. يبقى انت دخلت حاولت تجيب الايج من جوه. يبقى خليلي سواب الدكتور اخترع لنا صابع، الصابع ده حاجه كده، الصابع مطاط بيتلبس في الاندكس فينجر، بتحط عليه صابون عشان ندخل نجيب العينه، تمام. بعد كده الكاتوثيك سمير والفورمال ايثير سيديمنتيشن والحاجات دي هنشرحها في التكنيك، ماشي. يبقى احنا نكتفي لحد الخليل سواب. الاندايركت دياجنوزيس او سؤال بطريقه اخرى يقول لك ايه التشخيص بتاع الكرونيك شيستوزومييزس او الكرونيك بالهرزيزس. الكرونيك شيستوزومييزس او الكرونيك بالهرزيزس يقول لك ان احنا عندنا فيه تشخيص للانتراديرمال تيست او سي او بي تي او سي اتش ار او اي اف اي تي او بي سي ار، تمام. دول كام تيست؟ خمس تيستات المفروض تحفظهم، تمام. انتراديرمال تيست، حاجه اسمها سيركم اوفال بريسبتين تيست. انا مش عايز منك ان هتلاقي الكلام يعني الرموز دي مفكوكه في الدسكشن روم، ولكن سيركم اوفال بريسبتيشن تيست، انا بس عايز تبقى عارف ان الاو دي يعني اوفال، فتبقى عارف ان الانتيجين المستخدم هي الايج. وسيركاريال هولين رياكشن برضو عايزك تبقى عارف ان السي دي هي السيركاريا، اسمها سيركاريال هولين رياكشن. واميون فلورسنت انتي بودي تكنيك، والبي سي ار اللي هو البوليميريز تشين رياكشن هتاخده ميه. الاندايركت او الكرونيك كيس يعني ايه كرونيك؟ كرونيك يعني المرحله اللي كان حصل فيها تيشو رياكشن. يعني ايه؟ يعني يا دكتور الايج ترابد، فلو قال لك ان الكرونيك شيستوزومييزس او الكرونيك بالهرزيزس بتقدر انت تشخصها عن طريق ان اشوف ايج تحت الميكروسكوب، تقول له غلط. قول ذا فولوينج ار ترو اكسبت، ان الايج مهمه. لا مش مهم، طالما كرونيك يبقى الايج اتحبست. طب الايج اتحبست انا هدور على ايه؟ يبقى ما قدامكش طريق دايركت. الطريق بتاعك دلوقتي طبعا قدامك انك تشوفها باثولوجيكال، الباثولوجيكال ليجن، لكن الطريق بتاعك الاسهل دلوقتي اللي تقدر تعمله بسرعه هو الاندايركت السيرولوجي. يبقى الاندايركت ده مستخدم فين؟ في حاله الكرونيك شيستوزومييزس او بالهرزيزس. ليه؟ لان في الكرونيك الايج ترابد وما بقتش تشوفها. فهنعمل انتراديرمال تيست. يعني ايه انتراديرمال تيست؟ يعني انت بتجيب دراع الراجل وبتحقنه انتراديرمال زي اختبار الحساسيه بتاع البنسلين كده. طب احنا بنحقنه بايه؟ بنحقنه بانتيجين. كل تيست من دول مطلوب منك تبقى عارف ايه الانتيجين المستخدم. الانتراديرمال تيست الانتيجين المستخدم، الانتيجين ادلت او سنيل، يا اما انفكتد سنيل او ادلت. طب التيست ده هستخدمه في ايه؟ هستخدمه في السيرفي. طب ليه هستخدمه في السيرفي؟ لان التيست بيبقى بوزيتيف بعد شهر لشهر ونص من الانفكشن،
ويفضل بوزيتيف حتى لو انت اتعالجت. يعني انا لما اعمل التيست ويطلع لي فيه 1000 واحد بوزيتيف، فاقول لهم والله ال1000 دول يا اما جالهم انفكشن، عندهم انفكشن، يا اما جالهم انفكشن قبل كده، لان التيست ده هيفضل بوزيتيف طول عمرهم. فعشان كده بنستخدمه في السيرفي، في الحسابات، في الرصد، عايزين نرصد حالات انفكشن في قريه معينه، فينفع اعمل التيست ده. طب علل ليه يستخدم في السيرفي ما يستخدمش حاجه ثانيه؟ لانه بيبقى بوزيتيف حتى بعد العلاج. تمام، يبقى بعد العلاج هيفضل بوزيتيف. ايه مشكله التيست؟ ايه الديس ادفانتج بتاع التيست ده؟ انه في كروس رياكشن مع الفشيوله. يعني ايه كروس رياكشن مع الفشيوله؟ يعني لو واحد عنده فشيوله التيست هيطلع بوزيتيف، يبقى الشخص اللي بوزيتيف ده ما تقدرش تعرف هو بالهرسيا ولا فشيوله. كروس رياكت، كروس رياكت مع الفشيوله. السيركم اوفل بريسبتين تيست ده بنستخدم الانتيجين بتاعك اج. ايه ميزته؟ ميزته ان هو بيبقى نيجاتيف بعد العلاج. يعني لو واحد كان بوزيتيف وبعد بعد شويه من العلاج عملت له التيست طلع نيجاتيف، فالشخص ده معناه انه خف. معناه انه خف ده يعني انا اقدر استخدمه از تيست اوف كيور، التيست بتاع الخففان، التيست اللي هو عرفنا ان الشخص ده خف. اوكي، فده تيست اوف كيور. ليه؟ لانه نيجاتيف افتر تريتمنت. الميزه بتاعته انه نو كروس رياكشن وسبيسيفيك تيست. يبقى بتاع البيض ده ما في سبيسيفيك وما فيش كروس رياكشن. سيركاريال هارن رياكشن دوت عباره بنستخدم الانتيجين سيركاريال، بيبقى بوزيتيف بعد العلاج، عشان كده بنستخدمه تيست اوف كيور. الاميونو فلوريسنت انتي بودي تكنيك بنستخدم السيركاريا كانتيجين وبرضه بيبقى تيست اوف كيور، ولكن مشكلته انه كروس رياكت مع الترايكينيلا. يعني لو واحد عنده دوده اسمها ترايكينيلا هتاخدها بعد الميد ترم، او هناخدها في التشو نيماتودا لو بنتكلم سنه اولى يعني، ففي التشو نيماتود هيقول لك الترايكينيلا، فالترايكينيلا بتطلع كروس في كروس رياكتيفيتي مع الاميونو فلوريسنت انتي بودي تكنيك مع البلهارسيا. نيجي بقى للنقط الاخيره وهي العلاج. العلاج بتاعنا في عندك بريزيكوانتيل، ده هتستخدمه سواء هيماتوبيام او منصنع. البريزيكوانتيل هنستخدم معاه ايه لو هي هيماتوبيام؟ دواء اسمه بيلراسيل ودواء اسمه امبلهار. على فكره بيل من بلهارسيا وامبلهار اهي بلهارسيا، فبنستخدم بيلراسيل وامبلهار مع بريزيكوانتيل، ثلاث ادويه. طيب لو هي منصناي بنستخدم فانسيل وإترينول، ده بيتاخد حقن. تمام، طب والجرعات هنقولها في السيجن الجاي، هقول لك الجرعات انت تحفظها ازاي ماشي، لكن دلوقتي مبدئيا هتحفظ الاربع الخمس نقط دول. بريزيكوانتيل ده مشترك في الاثنين، لو انت بتتكلم على هيماتوبيام في دوايين، لو بتتكلم على منصناي في دوايين. بعد كده البريفنشن، البريفنشن بتاعتها نفس الكلام اللي هو هيلث اديوكيشن ماس تريتمنت و سيف ووتر سبلاي او افويد سويمنج ان كانال، واخيرا سنيل كنترول. السنيل كنترول لينا لقاء معاها لوحدها، السنيل كنترول لينا لقاء لوحدها. بالتوفيق.